أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل وأرق تحية وأقدم لكم البرنامج التربوي عين العلم من شاشة سامراء الفضائية. عودكم دائما هذا البرنامج أحبتي المشاهدين على تصوير الحالة التعليمية ودور وزارة التربية، وكذلك الخروج ميدانيا إلى المدارس والمؤسسات التعليمية ومراقبة التلاميذ ومتابعة أولياء الأمور في سبيل الرقي للمجالات التعليمية والتربوية. دائما هذا البرنامج أعزائي المشاهدين يأخذ الأمور الإيجابية والسلبية في سبيل أنه تكون هناك الحقيقة علاقة وثيقة ما بين البرنامج وجميع الكوادر التدريسية، سواء في إقليم كردستان أو في القطر بصورة عامة. أعزائي المشاهدين، وأيضا يؤكد برنامجنا على أنه هذا البرنامج ليس هو مختص إلى محافظة أو مكان أو مديرية معينة بالنسبة لمديريات التربية، وإنما لكل العراقيين، والأسئلة والأجوبة تكون مفتوحة أمام كل طلبتنا وكل جميع التدريسيين. إذن أعزائي المشاهدين، أحلى الأوقات وبرنامج عين العلم. أعزائي المشاهدين، حقيقة من خلال حلقة برنامج عين العلم هذا اليوم، الحقيقة راح تكون عندنا فون مع الأستاذ فايق ياسين حمود مدير قسم تربية الضلوعية. حقيقة نحب أن نسأل عن الواقع التعليمي، وأيضا عندنا تقرير إن شاء الله لحين أن ينجز بافتتاح أحد المدارس في إقليم كردستان في أربيل، وأيضا راح تكون هناك الحقيقة لقاء عبر الأقمار الصناعية مع الأخ الخريج أيمن جاسم القصمي. طبعا أعزائي المشاهدين، حتى نبدأ بهذا الموضوع، احنا دائما برنامجنا وتأكيد السيد رئيس مجلس إدارة وإدارة قناة سامراء على تشجيع الطلبة والأساتذة بوضع آلية حقيقية لإبراز جميع الأمور اللي يقدموها. الحقيقة اليوم ولأول مرة من خلال برنامج عين العلم كانت هناك حقيقة، يعني كان هناك شيء علمي يفتخر به كل العراقيين وتفتخر به جامعة تكريت. قدم الطالب خريج كلية الهندسة بكالوريوس جامعة تكريت أيمن جاسم القصمي، اللي أخذ المركز الثاني في محور الإبداع التكنولوجي بعنوان الإبداعات الطلابية ودورها في تنمية المجتمع المحلي، اللي انعقد في جامعة نزوة في سلطنة عمان. طبعا هذا البحث اللي هو كان، يعني احنا الآن نحتاج في العراق نحتاج إلى دعم الطاقة الكهربائية، يعني كلها تعاني الآن من الكهرباء. طبعا هذا المشروع أو هذا البحث قدم يعني فالشيء من الإبداع من خلال البخار للطاقة الكهربائية. احنا حتى نتعرف أكثر ينضم معي عبر الأقمار الصناعية الأخ أيمن جاسم القصمي بكالوريوس كلية الهندسة جامعة تكريت. حياك الله أخي أيمن. أهلا وسهلا أستاذ وليد، حياكم الله، الله يسلمك. صوت ما أسمع، أيمن تسمعني؟ نعم أستاذ وليد، أهلا وسهلا بك، حياكم الله، الله يسلمك. حياك الله أيمن. الحقيقة سؤالنا الأول عن المشروع ويعني البحث المقدم، يعني ما هو أهداف هذا البحث؟ كيف قدمت هذا البحث؟ وإحنا إن شاء الله من خلال فضائية سامراء حتى الكل يشاهد هذا الموضوع. تفضل أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. حقيقة شاركنا في الملتقى الطلاب الإبداع 17 الذي ينظمه المجلس العربي لجامعات الوطن العربي واتحاد الجامعات العربية، والذي أقيم هذه السنة في سلطنة عمان بجامعة نزوة تحت شعار الإبداعات الطلابية ودورها في تنمية المجتمع المحلي. تنافسنا مع 108 بحث من كل جامعات الوطن العربي، واجتازينا الاختبار الأول من 108 بحث إلى 54 بحث، ومن ثم إلى 16 بحث التحكيم النهائي الجولة الأخيرة، وحصلنا على المركز الثاني بجامعة تكريت على جامعات الوطن العربي. عنوان البحث كان
دراسة نظرية وعملية لأداء مجمع شمسي نوع قطع مكافئ لتوليد البخار. طالب أيمن جاسم القصمي بإشراف الأستاذ الدكتور فياض محمد عبد عميد كلية الهندسة في جامعة تكريت. طيب الهدف من هذا البحث نعم أنا أريد أيمن إذا تسمعني الآن يعني أحب أن توضح الهدف من هذا البحث أو هذا المشروع. نعم الهدف من هذا البحث هو إيجاد وسائل مبتكرة لتوليد البخار يستخدم في مجالات عديدة. أولا إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة توربين بخاري. ثانيا زيادة كمية استخراج النفط بحقن البخار في الأرض. وثالثا يستخدم البخار في عمليات التدفئة وتسخين المياه. المبدأ الأساسي من هذا البحث هو تركيز أشعة الشمس على خط بؤري لتوليد البخار. هذا هو المبدأ الأساسي لهذا البحث، هو استثمار الطاقة الشمسية. مثل ما تعرفون أن الطاقة الشمسية هي أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، صديقة للبيئة ومتوفرة في كل أنحاء الدول ولا تخضع لسيطرة أحد. فمن هذه الطاقة استطعنا بفضل الله أنه ننتج البخار وبكمية كبيرة. بداية أنه سوينا دراسة نظرية لهذا المشروع على منهاج البحث العلمي، ومن ثم نفذنا هذا المشروع عمليا في جامعة تكريت، ونفذ هذا لفترة تراوح من بين 4 إلى 5 أشهر. نفذ كاملا، والمواد اللي استخدمناها هي مواد متوفرة في الأسواق المحلية. شغلنا هذا الجهاز كان بدعم ودور وبإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور فياض، وإشراف أيضا ومتابعة الدكتورة صبا رئيسة جامعة تكريت السابقة. ووجود الدكتور وعد رئيس جامعة تكريت الحالي ساهم وشارك بأنه نشارك في هذا الملتقى الطلابي ليرتفع اسم جامعة تكريت وبروز هذا البحث. حصلنا على المرتبة الثانية بحمد الله فضله. نعم نعم أستاذ ولي. يعني أيمن الآن أريد أسأل حقيقة لأهمية هذا المشروع، يعني كيف يمكن أن نقدم أو تقدموه أنتوا إلى يعني الحكومة العراقية، إلى الجهة المختصة؟ إحنا أنا ذكرت في مقدمة التقرير أو في مقدمة اللقاء معك أنه نحتاج إلى الطاقة الكهربائية الآن في العراق، هل بالإمكان يعني ابراز هذا الشيء؟ واكو غير يعني غير مؤسسه اعلاميه يعني روجت الى موضوعكم؟ والله بالحقيقه احنا هو احد المعضلات والمعوقات يعني بالشعب العراقي او يعني بالارض الواقع الحالي بالعراق هي الكهرباء. احنا استطعنا انه نولد توليد البخار الستيم من الشمس بطاقه نظيفه وبدون ملوثات للبيئه وبدون حرق وقود ولا استخدام أي طاقات توليد البخار. ما يعني حقيقة ما صار أي دعم أو أي تشجيع، لكن من خلال قناة سامراء وبرنامجكم عين على العلم استطعنا أنه يعني ردنا أنه نظهر هذا البحث وله تطبيقات عملية وبها فائدة لاستثمارها في أرض الواقع. يعني احنا اذا استغلينا انا المساحه اللي استغلتها 15 متر مربع تقريبا، فكيف اذا استغلينا مساحات شاسعه من ارض العراق وتتوفر به ساعات الشمس لمده او لفتره طويله؟ يعني بعكس انه خلينا نقول الدول الاوروبيه هي من اكثر الدول اللي داعمه للطاقه الشمسيه، على الرغم انه ساعات الشمس قليله اللي تمر على بلدانهم. يعني أيمن آسف في المقاطعة، يعني ساعات الشمس والأراضي، ووجدنا أنه بكلفة اقتصادية قليلة منخفضة استطعنا توليد البخار وبضغط أكثر من 2 بار في أحد الأيام. ومثل ما تشاهدون هذا أحد الفيديوهات اللي يظهر توليد البخار. طبعا أجرينا عدة أيام من السنة، أجرينا عدة اختبارات. نعم يعني هذا هسه الان ايمن تشوف انت التجربه الان تعملوها في نعم. جامعه تكريت. نعم التجربه نعم كانت طبعا فرحه كبيره انه ساعه تشغيل هذا المجمع الشمسي بكميه هائله من البخار خلال يعني فتره قليله، وانجزت على ايادي يعني
عملنا به داخل الجامعة يعني ما، والمواد الأولية كلش رخيصة ومتوفرة في الأسواق المحلية يعني. نعم، يعني هذا البخار الآن اللي تحتاج الطاقة الكهربائية. نعم. حتى تكون استمرارية وتوليد بالطاقة الكهربائية. نعم طبعا هذه احنا نتمنى انه تكون هذه التجارب وهذه البحوث امام انظار وزارة التعليم، امام انظار المعنيين. احنا ليش يعني نعتمد على الشركات الاجنبية ونعتمد على الخطط التنموية الاجنبية؟ هاي احنا نشوف تلاميذنا وطلابنا ما شاء الله حققوا الاشياء اللي نتمناها. نعم نعم، احنا حقيقة كانت ان يعني ردنا نتواصل مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، لان يعني هذا يعني ساهم انه براءة اختراع وهيك انجاز عملي يعني باستثمار لل يعني للحكومة لانتاج الطاقة الكهربائية. هاي شنو المراحل ايمن تحكي لنا عليها؟ هاي مراحل التصميم حقيقة وثقناها انه من بدينا يعني من الصفر، من بداية انه عملنا بهذا المشروع عمليا. نعم، فهنا وثقناها مرحلة مرحلة الى انجاز المشروع بشكل كامل وتشغيله. كانت النتائج يعني مفرحة وكبيرة ونتائج إيجابية، مثل يعني مثل ما أنه تمت الدراسة نظريا، أنه كانت وفق هذه الدراسات أنتج الستيم. زين أيمن، المعطيات لهذا المشروع كنت تحكي لي عليها؟ مثل شنو يعني؟ يعني يعني معطيات هذا المشروع هسه احنا ايش راح نستفاد منه الان؟ يعني احنا قدمناه وانتم حصلتوا على المركز الثاني في سلطنة عمان في جامعة نزوة، يعني ايش راح الان كيف يمكن ان ناخذ ثمرة هذا البحث؟ نعم يعني في نظرك انت كخريج الان. نعم والله في الحقيقة احنا نطمح انه هذا المشروع ينفذ يعني على ارض الواقع. يعني هذا نموذج مختبري بطول 6 متر وعرض 3. هذا النموذج هو البحث لما يكون عملي، ما مثل البحث النظري او يعني خلينا نقول حبر على ورق. هذا نفذ والنتائج اوكي كانت يعني مضبوطه. فبما انه نفذ هذا المشروع ونتائجه سليمه، اذا خلي يستثمر هذا المشروع انه ينفذ على ارض الواقع. احنا نريد انه هذا المشروع يتنفذ انتاج الطاقه باستخدامات عديده، زيادة كمية استخراج النفط، تحلية المياه، تسخين المياه، يعني حتى اقتصاد في يعني السخانات الشمسية الآن في الدول الأوروبية تعتمد على السخانات الشمسية، يعني تقليل اقتصاد بالطاقة الكهربائية. طيب أيمن، أنا أشوف يعني الآن بجانبك بعض الجوائز والشكر. نعم. شو تتحدث لي عن هذا هاي الجوائز؟ نعم الحقيقة هذا هو قدم إن من جامعة نزوة في سلطنة عمان، قدموا لنا هذا الدرع. رئيس الجامعة هناك في قيمة احتفال كان برنامج يعني مشكورة جامعة نزوة وسلطنة عمان، قدم لنا هذا الدرع. وأيضا هذا الدرع قدم من المجلس العربي الجامعات الوطن العربي واتحاد الجامعات العربية. هنا ايضا كتاب شكر وتقدير قدم الينا يعني في بدايه اكمال البحث من الدكتوره صبا بالتميز بالابداع التكنولوجي. نعم. وعده شهادات قدمت الينا من جامعه نزوه في سلطنه عمان. طيب ايمن، احنا بنهايه لقائنا يعني ماذا يتمنى الطالب او الخريج ايمن جاسم ومن خلال شاشه سامراء الفضائية، يعني شو تقدم من خلال هذا البرنامج؟ والله بداية يعني احنا خلينا نشكر كل من ساهم وشجع على انجاز هذا المشروع والمشاركة في الملتقى الطلابي. كل جهود كانت مشكورين ومشكورة قناة سامراء. يعني احنا نريد نوصل الى مرحلة بها نتيجة او فائدة لهذا المشروع، انه يعني انه شركة تستثمر هذا المشروع او حتى ينفذ على ارض الواقع ليستفاد منه وتكون استفادة به لاكثر عدد، خلينا نقول الاستفادة منه على ارض الواقع. هذه اللقطات استلامكم للهدايا والجوائز. نعم. تمام. نعم هذا اثناء خلينا نقول المركز الثاني اللي حصلنا عليه.
نعم، انتوا حصلتوا على المركز هذا. طيب ايمن، اريد اسالك، انت تعينت؟ والله الحمد لله انه انا كانت عندي فرصه تعيين وقدرت اتعين. عافيه، زين العاد، الحمد لله. احنا همشي هذا ايمن، الحمد لله. احنا طبعا بنهايه هذا اللقاء نتمنى لك الموفقيه، وهذا طبعا فخر لنا ولجامعه تكريت ولكل العراقيين طبعا لحصولك على المركز الثاني في محور الابداع التكنولوجي. واحنا ايضا نحث على طلبتنا، والله واكو ابداعات بالطلبه، واكو عندهم يعني كثير من الامور والطاقات اللي محصوره، لكن ان شاء الله من خلال شاشتنا ومن خلال برنامجنا احنا راح يعني ما نتوقف عند اي مكان، ونتمنى لك ان شاء الله الموفقيه والمكانات الرقي ان شاء الله. شكرا استاذ وليد. انا اشكرك، شكرا جزيلا، بارك الله. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين، الحقيقه نتمنى لاخينا ايمن انه الموفقيه على هذا المشروع وهذا الابداع، وان شاء الله التواصل. خلينا نروح وياكم اعزائي المشاهدين نشوف تقرير لزميلنا ضياء الحمداني لممثليه وزاره التربيه في اربيل بافتتاح مدرسه وثانويه التعايش، مدرسه مختلطه وثانويه للبنات، تم افتتاحها في اربيل. الحقيقه واكو نوع من التفاخر، احنا دائما نقول موضوعنا هو اليوم التعليم وزيادة الكوادر التعليمية، كل ما تنفتح هناك مدرسة أو ثانوية أو متوسطة أكيد راح يكون هناك زيادة في الكادر التدريسي وفي التعليم وفي بذل الجهود في سبيل الرقي، ويعني فرحة لطلبتنا ولكل الهيئات التدريسية. خلونا نروح نشوف وياكم هذا التقرير. شكرا زميلنا ضياء الحمداني على هذا التقرير. الحقيقة أعزائي المشاهدين، احنا يعني نتمنى أن تكون هناك زيادة في الكوادر التعليمية والتدريسية سواء في إقليم كردستان أو في كل المحافظات في العراق. الحقيقة يعني الآن دور التعليم دور متميز، مع كثير من المحافظات اللي عانت السنة الماضية 2014-2015 لسنة التهجير، أنا ذكرتها في الحلقة الماضية ببرنامج عين العلم. يعني أحد الأخوان مدراء المدارس من صلاح الدين قال أنه نسبة الطلاب يعني انخفضت بالنسبة للمستوى التعليمي لما تلقوا من تهجير ومشاكل صادفتهم خلال العام الماضي. لكن الآن دورنا كدور إعلام ومؤسسات تعليمية وتربوية أنه نرفع من هذا الكادر التعليمي، ومن نجعل طلابنا أكثر رفعة ورقي في سبيل نقلهم إلى بر الأمان. إحنا إذا زميلي المخرج، الحقيقة نفتح اتصال، قبل أن نفتح اتصال ينضم معي الأستاذ فايق ياسين حمود مدير قسم تربية الضلوعية. أهلا وسهلا بك أستاذ فايق. حياك سالورين، مرحبا، حياك. الله يبارك بك أستاذ فايق. الحقيقة إحنا يمكن المرة الأولى نتصل بك فون، ونحب أن توضح لنا الآن بعد تحرير الضلوعية وبعد الاستقرار الأمني كيف هي الآن مدارس الضلوعية، كيف وضعكم الحالي؟ تفضل أستاذ. نعم أكيد أخي العزيز، أولا أشكر قادم الله وشكر تقدير خاص، وخصوصا برنامج عين العلم السامي المدني أقول الحسن. نعم. الضلوعية يعني تقريبا صار سنة تماما انحررت والحمد لله وشكر. نعم. قسم تربية الضلوعية هو قسم جديد طبعا يحتاج إلى دعم من قبل المديرية العامة للتربية صلاح الدين والحكومة المحلية في المحافظة. نعم. التاريخ 1/1/2014 تحررت، يعني 20 سنة تقريبا. نعم. عدد المدارس التابعة إلى قسم التربية الضلوعية 84 مدرسة، بالإضافة إلى استضافتها إلى كل الطلبة الناجحين من يثرب وعزيز بلد. تقريبا يبلغ عددهم اكثر من 2000 طالب، وكل هذول الطلاب وزعوا على المدارس القضاء، وكذلك تنفتح لهم مدارس يعني اضافيه للنازحين من كوادرهم، لان عندنا كوادر وعندنا طلاب نزحوا، فالمدارس اللي اشغلناها في مدارسنا وياها فتحنا لهم يعني مدارس اضافيه لهم. صحيح.
استاذ فهد. نعم اسف اسف المقاطعه، يعني ذكرت نقطه مهمه جدا يعني بالنسبه يعني الظروف اللي مرت في يعني المناطق اللي تم احتلالها وخاصه الضلوعيه وتكريت الكيشيف البقيه. يعني الان في اكو كثير من مدارس الضلوعيه تضررت او مثلا صار زياده مثلا مدرسه عن مدرسه، كيف عالجتوا هذه المشكله؟ نعم 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 نعم. بالنسبه للمدارس اللي احنا مدارس طبعا ضررت بالبنايه والاساس، يعني قسم كبير من الاساس واحد يعني ما لقينا له وجود اصلا، وقسم مدارس يعني ضربات من مثلا طائرات او يعني الاعلام العسكريه سوت لنا مشاكل بالمدارس يعني، بس رغم هذا كله الحمد لله يعني صوتنا ومجاهدنا وحتى الامتحانات النهائية اجريناها بالنسبة لامتحانات الصفوف اللي غير منتهية، عفوا المنتهية يعني الثانوي والمتوسط والثانوي سويناها في قضاء ورمعية. طيب. وتسجيل كل المدارس هاي بالقاسية والكتب تقريبا 90% يعني، وتسجيل الشراكة تقريبا 90% بلا كاد. لكن انا بدأت يعني تحتاج المدارس الصفوفية تحتاج إلى دعم. ودعم كبير جدا من الاسلام خير عجيب، لكن والله لحد الان ما شفنا دعم من لا الجميع العام بالتربيه صلاح الدين ولا الحكومه المحليه. استعانينا احنا بفعل دور مجالس الاعضاء استاذ فهد، مجالس الاعضاء في يعني تنظيم ما هو ميسر اللي يقدرون نسويه من جام من صبر من كذا، والحمد لله نعم استاذ فاق. احنا حقيقه برنامجنا مثل ما تشاهده وكثير من العراقيين يشاهدوه، احنا برنامج لتوعيه طلبتنا والهيئات التدريسيه، واحنا رحنا الى مديريه التربيه بالنسبه للموقع البديل وزرنا مع مدير التربيه اقسام التربيه. احنا الحقيقه جتنا كثير من الاتصالات اكو ضعف في مدارس تربيه الضلوعيه في الضلوعيه، لذلك احنا نوجه الان رساله الى مدير تربيه صلاح الدين الاستاذ محمد الشهاب، نقول له يا اخي احنا نريد نسوي لجنه لجان تكون يعني تشتغل فعلا حتى في سبيل انقاذ ما يعني موجود من يعني طلبتنا في الضلوعيه. فيعني كيف توجه رساله من خلال برنامج عين العلم استاذ فاق؟ والله من خلال برنامجكم عين العلم. الو معك معك استاذ فاق. اسمعني العفو العفو. من خلال برنامجكم احنا نوجه يعني الاستاذ محمد الشهاب مدير قسم تربيه صلاح الدين وان شاء الله ما يقصر ويانا. لكن احنا نقول بالعاميه نقول العائله وغيره اللي يقصر العين بصيره. نعم. من يقول لك والله ما عندي شيء عندي، بس ان شاء الله نتامل ان شاء الله على سنه جديده يعني 2016 ان شاء الله استاذ محمد ما يقصر ويانا. نعم. وعندنا نواقص، احنا عندنا نواقص كادت يعني يعني اختصاصات علميه فيزياء وكيمياء ورياضيات، وان شاء الله هو ما يقصر يا استاذ محمد. ومن خلال برنامجكم موجهين تحيه ان شاء الله، ونريد تبقى عين على قسم تربيه الضلوعيه لانه هو قسم جديد. طيب استاذ فاق، يعني وصل كتاب الان، وصل كتاب رسمي، تبدأ امتحانات نصف السنة لطلبتنا في العراق مدارس العراق كلها يوم 20/1 وتنتهي يوم 31/1 وتبدأ العطلة الربيعية من يوم 1 شباط ولغاية 14. هل الآن مدارس الضلوعية مستعدة للامتحانات؟ مستعدة شارمية بالمجالين واحدة ضمن دورات تدريبية بالأواف إلى سوام. نعم. يعني دورات تدريبية بعد الدوام صارتنا عزاء حتى ما يفوتهم أي موضوع إن شاء الله، والاستعداد كامل باذن الله ان شاء الله. احنا استاذ فايق نتمنى ان شاء الله يعني تتواصل معنا ومع برنامجنا في سبيل يعني ان شاء الله يعني الرقي لطلبتنا ولمدارسنا في الضلوعيه ان شاء الله. اشكرك جدا. الله يبارك بك. كان معي الاستاذ فايق ياسين حمود مدير قسم تربيه الضلوعيه. خلينا نروح فاصل وبعدها نجي ناخذ اتصالات من كل الاخوه المشاهدين. أعزائي المشاهدين، الحقيقة كما ذكرت مع الأستاذ فائق ياسين مدير قسم تربية الضلوعية، الحقيقة الكتاب يعني تم يمكن يعني نزل البارحة باليوتيوب وبالفيسبوك وتناقلته كل وسائل الإعلام أنه الامتحانات إن شاء الله راح تبدأ يوم 20 كانون الثاني، يعني بعد تقريبا أقل من شهر. فأتمنى
من كل مدارسنا سواء بالممثليات في اقليم كردستان وفي العراق كافه محافظاتنا، يعني لا يشربتون تشربت ما نريد مثل ما صار العام، خلي يركزون على يعني بعض المواد العلميه او بعض الفقرات ولا تكون عابره ولذلك سببت مشاكل لطلبتنا. ونشوف يعني كثير رسموا حتى على مستوى الابتدائيه، يعني احنا المارسب مثلا بالثاني بالثالث بالرابع ابتدائي سواء ذكور واناث انتقل للمرحله الثانيه وهو ما يعني ما يعرف بعد حد الان الكتابه، يعني صف ثاني ابتدائي ما يعرف كلمه الدار والدور فهذه مشكله نتمنى ان شاء الله بهذه السنه ما تتكرر. رفل من صلاح الدين. السلام عليكم. هلا رفل، هلا ابويا، تفضلي. استاذ وليد انا ديك السنه يعني اول العام قرأت اكمال الدرس بالرياضيات بياصف وصار تهجير، تهجرنا بقرية للمربيل. نعم. وصارت يعني الامتحانات مال الدور الثاني مال اول العام بكركوك. نعم. احنا ما كان عندنا اقامة يعني مال مواصلات، يعني ما نقدر نطلب من السيطرة. نعم. وما صار يعني ما قدرت امتحن بكركوك ولا بأربيل، يعني لان ما كان يعني عندنا صعبة ما نقدر نفوت. طيب. اي واول العام هم ما درست يعني ثاني. هسه رجعنا احنا التكريم. نعم. وش اسمه رجعت المدرسة مالتي حتى يمتحنوني مال اول العام الدرس. قالوا لي ما يصير يعني لازم ترجعين تعيدين الاول. يعني قالوا لي تعيدين السنة كلها. اعيد السنة وانا طلعت كمان بدرس بالرياضيات. بس درس واحد. اي بس درس واحد بالرياضيات. انت ثالث لو سادس؟ لا انا بالاول متوسط. اول نعم. وش اسمه وتقولي لازم تعيدين يعني الاول كله، زين شنو ذنب اعيد الاول؟ يعني هسه ربعي راحوا للثالث وانا الثاني ما درست والاول طلعت ما ايش اقعد فيه. انت بيا مدرسه؟ ها؟ بيا مدرسه انت؟ بمدرسه ثانويه العقيده البنون. ثانويه العقيده. نعم. ورحنا على استاذ لطيف ابو الامتحانات يقول لي لازم ترجعين على اول، زين يعني انا طلعت الدرس وما ارجع على اول. رفل بما انه انت يعني الماده ما امتحنتيها يعني لسبب او اخر لظروف يعني اللي صارت ما قدرتي تمتحنين الدرس، يعني اكيد هم يعني ما راح ينطوش فد خبر من التربيه انه انت تنتقلين على المرحله الثانيه، بس احنا نحاول يعني نشوف التربيه هل بالامكان انت تنتقلين على المرحله الثانيه وتمتحنين هذا الدرس، اذا بها مجال يساعدوك ان شاء الله. ان شاء الله، بس يعني هو درس واحد خو ما ارجع اعيد السنوان الاول كلها درست. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله. انا اشكر اتصالك واتمنى لك الموفقيه. ابو علي صلاح الدين، حياك الله ابو علي. السلام عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صلاح الدين أبو علي ساكن ليلى غازيان. نعم. نعم. ليلى خال غازيان ساكن كركوك ليلى خال غازيان. تفضل تفضل أبو علي ليلى. نعم. أستاذ ولي يعني عندي احنا لا مساعدات لا شيء، عندي اربع صقات دواقي وزائد هيكل. نعم. احنا الحقيقة اتصلوا بينا انتوا القاعدين بالهياكل بهذه المنطقة بالقرب من ليلان، احنا ان شاء الله الحقيقة يعني عندنا جاية قريبة بإذنه تعالى عليكم ونشوف احوالكم ان شاء الله. انا اشكر اتصالك، شكرا جزيلا. احنا اعزائي المشاهدين يعني رغم انه اي سؤال او جواب يعني احنا نجاوب، رغم احنا عندنا موضوع عين العلم، لكن ما نريد مواطننا ومشاهدنا العزيز انه ما نجاوب عن اي شيء. اتصال ابو سعد. عيني. تفضل ابو سعد. استاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وينك استاذ وليد؟ يحفظك الله. هلا ابو سعد. والله يا ابو سعد الحقيقه يمكن اني وزميلي المخرج سيف من
من رحنا واجينا التكريت يعني تذكرنا جايتنا عليكم واشرنا على مكانكم، واحنا تدري جينا ونقلنا الحاله، واني ذكرت العوائل اللي ساكنه بالمداجن وشافتها كل الناس. بس نتمنى ان شاء الله انه يصير حالكم احسن وافضل. انا اريد اسالك ابو سعد، اشتكوا على موضوع المدرسه اللي يمكم ما صار لها حل كادر تدريسي؟ نعم. ايه والله مدرسه صغيره وما قبل ما المدرسه ما قبل الجهاز والله تعودت بعدنا عندي بنات اثنين وولد ثلاثه والله ما يجوز واحد بول متوسط وهذول اخر ابتدائي انت قاعدين بالبيت ولا راح ولا المدرسه ولا هذا يعني شنو يعني المدرسه صغيره ما يقدرون يعني يخلون فت كرفانين ثلاثه المدرسه مخصصه بلا والله احنا كيفنا لو كان نجمع احنا ندفع مبلغ نساعدكم طافين قالوا ما نقدر. ماشي ابو سعد، احنا يا اخي والله اصواتنا وبرامجنا كلها يعني في سبيل ان ننقذكم وننقذ هاي العوائل، وان شاء الله الخير قريب، ان شاء الله جاي الخير ان شاء الله. ما قصرتونا اجدون لي انا ان شاء الله اخي العزيز ان شاء الله. انا اشكر اتصالك، انا اشكر اتصالك. جيت طالب ما يجيبون طاريه. اخوي العزيز اشكرك، رحم الله والديك. انا اشكرك ابو سعد. الحقيقه يعني هذه ايضا رساله نوجهها الى السيد مدير عام تربيه صلاح الدين، وايضا الى مكتب السيد وزير التربيه، انه نتمنى وصول حتى لو كرفان يعني ثلاثه حتى يزيدون الصفوف بهاي المنطقه اللي هم الان بالجبل، ويعني ينتظرون فرج رب العالمين في سبيل يعني ما يتروح على تلاميذنا وطلبتنا يعني السنوات اللي عبرت والجايه. أعزائي المشاهدين، إحنا الحقيقة التعليم وزيادة الكوادر التعليمية والتدريسية هذا شيء مهم. أنا ذكرت أنه الآن مدارسنا في صلاح الدين خاصة وفي عموم العراق عامة تحتاج إلى المتابعة اليومية، حتى يعني ليس فقط هي من يعني قبل الهيئات التدريسية وإدارات المدارس، وإنما حتى من أولياء الأمور اللي ركزنا على هذا الموضوع، قلنا يجب أن يكون يعني أولياء الأمور ومراقبتهم للتلاميذ وأبنائهم أكثر من الهيئات التدريسية في سبيل الرقي لطلبتنا. كل طالب وطالبة أكيد من يشوف أكو فراغ وعدم متابعة لا من قبل الآباء ولا من قبل إدارة المدارس راح تكون هناك مشاكل، بالتالي راح في نهاية المطاف راح يتأذى الطالب ونشوف يجيب وياه المعاناة والمشاكل لعائلته ولمدرسته. أنا ذكرت في أكثر من مناسبة وأكثر من حلقة أنه نحتاج إلى تعاون وتضافر حتى من الهيئات التدريسية، وخل نعوف ونترك الـ 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 يعني الممارسات الغير صحيحة اللي تأذي الطالب من الخوف والبسط، ونحتاج إلى تعامل لطيف. الآن ظرف العراق وظرف كل عائلة يختلف، وأيضا أكو ظرف معيشي يعني أنا يمكن بنتي طالبة صغيرة تقول أنا بصف ثاني ابتدائي من يجمعون فلوسي حتى نشوف هذا يعلقون هذا الباج هو بألف دينار، هواية طلاب واحد يباوع علاق ما عندهم الألف دينار. احنا يا أخوان نمر بظرف صعب، نتمنى إن شاء الله أنه نتعاون كلتنا سوية في سبيل الأنقاذ، وما نجعل التلميذ أو الطالب يعني يحس أنه هو فقير والأمامة طالب متمكن. اخر اتصال ياسر من العلم، حياك الله ياسر. الو السلام عليكم. عليكم السلام، بس تصيل ياسر التلفزيون اخي العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتصال الظاهر غير واضح. أنا إن شاء الله أتمنى من الأخ ياسر أنه بالحلقات، لأن حقيقة ما بقى لنا وقت، الحلقات الجاية يتصل بينا، وإذا يقدر بعد البرنامج إذا عنده شيء يتصل علينا، إحنا إن شاء الله ما عندنا مانع. أعزائي المشاهدين، أنا أتمنى من الأخوان ممثلية أربيل دكتور نافع، الأخوان اللي الهيئات التدريسية، أن تكون هناك يعني مضاعفة للجهود في سبيل نقل التلاميذ. و نعم المخرج يقول تتمنى وما حد ينفذ، مو مشكلة، احنا نتمنى وخلي تكون الأمنية فد حلقتين ثلاثة وراها ما تصير أماني، تصير قدح من فوق لي جوه.
انت يعني انت عبالك بس تمني يا مخرج؟ لا مو تمني والله، اني اتمنى حلقتين ثلاثه وراها يصير حكي مفشق وعلى الهواء من كل يعني اذا اشوف مدرسه انا مصورها او مثلا نقلت فد حاله من احد المدارس وما تم علاجها، والله حلقتين ثلاثه اذا ما تم علاجها لناخذ الكامل او الروح، واريد واحد يوقفنا زين ونطلع كل الخياسات والفضائح الموجوده. لكن اني هم اتمنى ان تعالج هذه القضايا في سبيل نقل طلبتنا وتلاميذنا.